مرحبا، خبصونا خبص بالإيجابية. كن إيجابياً. المتحدثين والكتب بي بوزيتيف. طيب ما هي الإيجابية؟ هل الإيجابية أن أسير متفائلاً كالأهبة اليومية؟ لو الإيجابية أمشي وأوزع حنية؟ لو الإيجابية آط ورباط وجفية واشتريها بيضة وأقول حمرة الرقية؟ لو من ينزف بلدنا وأقول الدنيا وردية وعادي يصير اللي يصير كلها أفلام هندية؟ لو الإيجابية من تخون حبيبتك وتقول طبيعي تتحمل العراقية؟ ما هي الإيجابية؟ اليوم أهم كلام تسمعه عن الإيجابية. مرحبا بكم في الأب الروحي، الحلقة الثالثة. صباح الورد، كيف الحال؟ كم شخص متحمس معانا يرفع ايده؟ حلو. كم متحمسة بس معانا ترفع ايدها؟ حلو، ممتاز. وانا متحمس اكثر من عندكم. مصطفى شلونك؟ منورنا. طبعا مع الاسف يعني كنت جدا سعيد انه انطي هاي المحاضرة لولا انه سمعنا هذا الخبر المحلو من وزارة البيئة، ما اعرف سمعتوا بيه او لا، انه اكو مشكلة صارت زراعية عندنا محليا حاليا اليوم الصبح، انه كل يعني دردع لنها، ما اعرف كم واحد سمعها او لا، بس تفاجئت بالمعلومه انه صارت هجره ما نعرف مبيدات او مشاكل لكل اكو نحل بالعراق، اكو مناحل تعرفوها صحيح، فهاليوم اكو هجره ان النحل كله غادر العراق، فتعتبرها كارثه بيئيه انه النحل يغادر العراق. فمن سألوا الملكه ليش، قالت مدى اقدر اسوي عسل حلو مثل الحضور اللي قاعدين قدامنا. بس لو شوف الوجوه شاكو ليش خير منو مات يا ستار، الوجوه يعني كانت كلش غير سعيدة بال يا ستار. صار ناس فتحت الفيسبوك كحاجة، آسف فززتكم بس تعلمنا على الفزال. تمام، محاضرتنا اليوم الأولى هي هسه انت عشنا بعد الفزة، أوكي فزينا وضحكنا. محاضرتنا هي عن الإيجابية والسلبية. كم واحد سامع عن الإيجابية؟ الكل. أوكي. الكل سامع عنها. راح أستأذنكم بلا مايك حتى أوصل الفكرة. خبصونا خبص بالإيجابية، صح؟ تفتح التلفزيون الإيجابية، خلونا نكون ناس إيجابيين، خلونا نكون ناس نفكر بإيجابية ونتكلم بإيجابية. وصارت الإيجابية مقد ما تتكرر كلمة سلبية، مقد ما استخدموا إيجابي. زين شنو إيجابي؟ أنا أرد أفتهم، يعني كن إيجابي. أوكي شلون أكون إيجابي؟ أو تروح تقول لشخص كن إيجابي، استبطران دا شوف الوضع والبلد والظرف والحياة والبرد والدنيا، يا هو أصلاً ما فاهم ما معنى الإيجابية، ولا أنت فاهم معنى الإيجابية، ولا أنا أعرف ما معنى الإيجابية. هسا لو نسوي استفتاء امتحان، ما هي الإيجابية؟ ما هي الإيجابية؟ هاي الكلمة الناس خصوصا محبي التطوير والفكر والتنمية يعني تستخدم هاي كن إيجابي. 17,000,000,000 كتاب موجود بالمتنبي، كن إيجابيا، الإيجابية الحرة، كيف تعمل حواجبك بإيجابية، كيف تتصرف بإيجابية، شلون تطبخ البرياني بإيجابية، كل الكتب تتكلم عن الإيجابية. طيب يعني شنو هي الإيجابية؟ يعني هذا السؤال دائم، ما هي؟ تقرا كتاب مثلا كن إيجابيا وتقرأ للنهاية ينطيك خطوات، بس ما قل لي ما هي الإيجابية. يعني هسه هاي المنصة إيجابية لو سلبية، هاي النبتة إيجابية لو سلبية كنبتة، واحد يقول لا نبتة أكيد إيجابية. طيب سؤال، النبتة إيجابية يعني شنو إيجابية؟ هسه راح نعرف شنو إيجابية، راح نعرفها من خلال 3 مستحضرات تجميل. طبعا ميسة من باب الدعاية حتى ما طلع الماركة مالهم، بس لأن أنا اختاريت 3 أمور مختلفة. أوكي، هاي 3 شامبوات. كانوا الناس قديماً قبل اختراع الشامبو شو يستخدمون شعرهم؟ صوابين. وقبل اختراع الصوابين
أعشاب عفية، كان أكو نوع من الأعشاب يستخدموها على شعور رؤوسهم، متفقين؟ فكان بعدين جت الصوابين وصارت هيك يعني ثورة في عالم التخلص من القمل والنظافة الشعر وكذا، فاستخدموا لأن شيء يعني كان يحطون أعشاب. قبل الأعشاب كانوا يستخدمون الزيوت، يستخدمون الطيب وكذا وزيت الزيتون، إنه حتى يعمون الريحة اللي موجودة بالزيوت اللي موجودة لأن تنطي عطر طيب وتمنع تكاثر البكتيريا والحشرة، متفقين؟ عفونا من التاريخ. سووا الصوابين وصار صابون الرقي، أكو ناس لحد الآن ما حط على رأسي غير صابون رقي، صح؟ تعرفون ذول الناس؟ كم واحد يعرف شخص يستخدم بس صابون رقي؟ كم واحد يستخدم هو صابون رقي؟ طلع برا، أوكي. لأن المعلومة المعتادة صابون الرقي ما يوقع الشعر، صابون الرقي مصنوع من الغار وزيت الزيتون ومفيد وما بي مواد، أو يستخدمون صابون الرقي، ما عندي أي مشكلة. المهم إلى أن تم اختراع الشامبو وصار واو، بدأت الناس تسبح ويش رغوة يصير وريحته طيبة ويتخلصون من آثار الزيوت والبكتيريا وكذا، وصار الشامبو اختراع مفيد ومهم جدا ولا يكاد منزل يستغني عن. برافو عليكم، تمام. أكو بيت ما بي شامبو؟ أنطي من هذا بقى. أكو بيت ما مشتري شامبو؟ أكو أحد ما يستخدم شامبو؟ الكل يستخدم، اتفقنا. أوكي، ليش اختاريت الشامبو مع الإيجابية؟ لأن الكل يستخدم الشامبو والكل مفروض يستخدم أو يعرف أو قد سمع يوما ما عن الإيجابية. فتم صناعة الشامبو، كانوا يكتفون بالكتابة على العلبة، يعني نفرض هاي علبة الشامبو، ماكو كل هاي الهوسة، أول ما طلع الشامبو بس يكتبون شامبو، خلصنا. تروح توقف على الرف تلقي شامبو، شو تسوي بي؟ تاخذه ترجع تمثل هاي مال الدعايات الموجودة الشكل والرغوة ماله وكذا وتكمل وتنشف شعرك، تمام. بعدين صارت الشركات شو تسوي؟ تنتج شامبو، وهاي شركة تنتج غير نوع، وهاي الشركة تنتج غير نوع، وشافوا الناس كلها تستخدمه وأصبح حاجة ضرورية في كل منزل ومصدر رزق تجاري كبير وعظيم جدا. فصار أكو شيء اسمه التنافس حتى شلون يخلوك تشتري الشامبو مالهم، صح؟ فبدوا في بدايات اختراع الشامبو بدوا يغيرون بالعلبة، هسه تلف علب شامبو مختلفة قدامنا بشكلها بألوانها بتصنيفها حتى يقنعون الناس بالشامبو. فبدوا الناس تشتري هذا الشامبو دون ذاك، بدوا يسوون دعايات، يجيبون فتاة في الخمسينات وفي الستينات ذاك الوقت يجيبون فتاة جميلة تستخدم الشامبو، وبدأ الإعلان وبدأ الدعايات ومن دخل التلفزيون ويكتبون عنا هذا زين لو مو زين. إلى أن قالوا من ظهر علم التنمية وعلم هذا اللي بدأ الإدراك النفسي، يعني بدأ العالم ما يقاد بالحرب مثل الحرب العالمية وحرب الكذا، بدأ يقاد بالحرب الفكرية، يعني شلون فكريا تسيطر أنت على الشعوب. واحدة منها دخلت على التجارة وعلى الاقتصاد، وكانوا أذكياء جدا في سد الاحتياجات البشرية، واحدة منها الشامب عفية. فقالوا خلونا نفكر بإيجابية في تسويق برافو، انتوا خليكم وياي على الشامبو، اوكي تمام، حتى نوصل المنتج حسب حاجة الفرد. يعني اكو صار اكو آلاف انواع الشامبوات، شلون اخلي كونان يشتري واحد دون الآخر؟ شلون اخلي لبنى تشتري واحد دون الآخر؟ فقالوا نلعب على احتياجات الإنسان حتى نسويها، منجيب اوكي نسوي اعلان ونجيب فتاة جميلة تسوي الاعلان، او اجيب نجمة مشهورة تسوي الاعلان، اتس اوكي اغير شكل علبة الونها فاين، اسوي خصم وسعر خاص واثنين بواحد، اخذ شامبو واثنين جواريب مجانا، اوكي فاين، بس الشامبو نفسه علي ان اجعله ايجابي حتى اخلي الشخص من يقرا المعلومات يشعر بايجابية وضرورة أخذ هذا الشامبو المعد خصيصاً له. فسووا أكو تلف خطوط من إنتاج الشامبو، أنا ليش عرفتها؟ لأني طبيب، فهاي دائماً نقراها.
فأنتجوا خط شي يقول واحد من أنواع الشامبوات اللي موجودة بالآلاف. شي يقول هذا الخط؟ يقول enriched with vitamins B3 و B6، غني جدا بفيتامين B6 و B3، أو يقول لك with ginger، مع الزنجبيل، أو من خلاصة زيت الزيتون وبذور الكتان ورجل البومة العمية مع القليل من ريش غراب أرمل. فأنت تحس واو، ما هذه المكونات العجيبة اللي راح أحطها على رأسي؟ مصنوع من الليمون المعتق 7 سنين في بيت تامر حسني مع قليل من الهذي. وبدأوا يعددون الأمور الإيجابية اللي موجودة في الشامبو. يقول لك بيبايوتين، غني بالكيراتين، مليء بفيتامين B3 وB6، وما حد بالقاعدين يعرف شنو فائدة B6، وغني بمادة اللي هاي تساهم في الدخول للبصيلة وتدلل البصيلة وتبوس البصيلة وتتوسل بيها للبصيلة حتى البصيلة تصير زي. فتحس هاي المادة يجب أن أخذها إلي، لأن هاي أهم مادة اخترعها التاريخ لأن بيها B3 وB6. إذن أول نقطة قالوا أنه أحط بي مواد تشعر الإنسان بالإيجابية، وهي اسمها enriched، يعني غني، باعوا الكلمة enriched with vitamin B3 and B6 أو بايوتين. هذا أول خط. إذن سووا وضعوا بي مواد تشعرك بشنو؟ عفية، تشعرك بالإيجابية. جت شركات كلها هسه، أكو شامبو بزيت الزيتون، أكو بذور تشيا بالتشيا سيدز، أكو شامبو بالفيتامينز، أكو بالبي كومبلكس، أكو غني بالمعادن المدعمة للبصيلة. صح؟ كم واحد يحب هيك شامبو من يقرأ عليه مسطر أنه بها الأشياء فيحسها كلها راح تمتصها فروة راسه كلها راح تدخل إلى فروة الراس، هاي البي 6 وبي 3، وأنا أصلا عندي مشكلة بالمفاصل، بلكي يفيدني هذا الشامبو من أحطه على راسي راح يمتصه وبكالسيوم يروح لمفاصلي، وهم سرحت شعري وهم نظفت شعري وهم غذيت مفاصلي. كثير من عندنا فكر هيك. وهاي دخلت أيضا على الحليب، مدعم بالمعادن الأساسية لحاجات الطفل، أو دخلوها على العصائر، عصير ما بي شيء طبيعي، ايش قاعد بيها؟ عصير زائد فيتامين سي، هو الوان واصباغ وسكريات ومواد سامه ومواد حافظه زائد فيتامين سي. فانت اشتريته تاخذه من تقرا فيتامين سي حسيته طبيعي، حسيته جايه الوالده وعاصره البرتقال ومطالعه اللب من عنده ومصفيه البثل ومطيتك اياه بس لان حطك فيتامين سي. واذا منشول الصدق شفاك. جت شركه لخش قالت لا، حستخدم طيف اخر من الايجابيه او لون اخر من الايجابيه، لن اعدد الميزات او الامور المضافه اللي تبدو جيده او بالفعل هي جيده، راح اقولهم راح احطها بالمنتج مالي سواء انا حطتها او لا، سواء اذا حطيتها تشتغل او لا، المهم انا حاطتها. قالوا راح غير خط، مو إضافة مواد جيدة، خلي هسه الناس تتثقف، وبدأ الناس عندها تساقط شعر وناس عندها بدأت تعرف، والناس تثقفت. قبل كانوا يكتبون بس شامبو، بس هسه الناس بدأت تعرف لا، أكو هذا الشامبو بمواد كيميائية وبمواد مضرة للشعر وبمواد تأذي الشعر وبمواد كذا. بدأت الناس تقرأ والناس تثقفت، بدأت الناس تدور على الشامبو الأمين أكثر، لأن يعرفون الشركات بدأت تتلاعب. فقالوا راح نلعب بطيف آخر من الإيجابية، فصنعوا خط آخر من الشامبوات للمثقفين أو للباحثين أو للي يعني أنا شاخذ يا أريد فتشي يكون مناسب لحجم شعره وكذا. فسووا مجموعة خطوط اللي هي colorant free، paraben free، silicone free، خالي من هاي المواد، خالي من الأصباغ، خالي من السيليكون، خالي من الشمع. واو واو، مستحيل هذا شربه، هذا يعني الشامبو السحري الذي يعني مستحيل، يعني واو بعد ذاك اللي ضايف فيه البي 6 وبي هذه بس بي اصباغ، هذا ما بي اصباغ، colorant free، بارابين شمع، ما بي شمع، والسيليكون free. كم واحد يبحث عن شامبو من هالنوع؟ اوكي حلو.
لانه قرا، لانه اطلع، لانه عرف انه الشامبوات مضره وتساهم في تسقيط الشعر بها مواد خطره جدا، فقال يجب ان ابحث عن شامبو امين اخذ مال اطفال، لان الاطفال المفروض ما بي مواد كيميائيه مال اطفال، فاكيد اذا حافظ يعني يشبه الحليب مالتهم، شامبو من اول ما نقدر نبدلهم يعني عادي لانه مال اطفال، او لا يلا اخذ مال كبار بس با 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 كولورنت فري ما بي اصباغ بارابين اي سيليكون انا دا ادور على السيليكون، اهم شيء سيليكون ما بي، اهم شيء ما بي سيليكون. هو سؤال السيليكون شو يسوي؟ شلون السيليكون شو يسوي؟ سؤال للي ثرث القاعه اللي رفعت ايدها قالت هذا الشامبو اللي اريده، ويمكن بالاخير المحاضره تريد تاخذ من هاي النوعيه، شنو مضار السيليكون؟ هش اللي رفعوا ايدهم وين؟ عيد الكاميرات راح اروح عليهم واحد 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 اسالهم ليش رفعتوا ايدكم؟ السيليكون شنو مضاره؟ نعم زين شلون يحطون شيء بس الشعر بال حتى يبين قربتي الا شويه وتيهتي طلعتي مو شكسبير عبرتي بعد اللي قدام يسوي قشره يكفف مادة الشامبو. اوكي السيليكون هو ماده بلاستيكيه، ايش تجي تسوي للسيليكون؟ تجي السيليكون اريد شاب ولد من فريق اي منو يجيني؟ تعال محمد صفاء، تعال محمد صفاء، تعال محمد صفاء بالضبط ولابس اسود. محمد صفاء هو شعره راسكم اوكي، انت تاج على راسي بس خلينا نفرض هو شعره مرات. السيليكون الموجود بالشامبو بالضبط يجي يسوي هيش بالشعره اللي هو شو يسوي؟ يغلف الشعره، لانه ماده بلاستيكيه فعزلها عن شعرها اللي الشعره اليمها وانطاها بريق، فصار الشعر اكثف واكثر بريقا. بس من ماده بلاستيكيه ملتفع الشعره مالكم هذه تقطع عنها الاكسجين والزيوت اللي تطلع من الفروه اللي اساسا حتى ترطبها، فتبين ورا ما انت اخفت الشسوار وكملت شعرك انه يبرق وكثيف وكانه ما دعايات، لكن يضر على المدى الطويل. شكرا جزيلا. انا لازم اكون واحد ناعم بالقوه اقدر تحضنك. ذو مقوم الحر كان شبكته. ايش كبرك؟ هذا اللي يسويه السيليكون والبارابين والكولرنت كلها هاي مواد خطره، فبالتالي اكو ناس من تقرا اخذ هذا الشامبو. إذن قالوا مو بس الايجابيه هي ان اضع امور جيده في الشامبو، نو هي ان ازيل امور سيئه من الشامبو. جتي شركه ثالثه شافت الشركتين الاولى ايش بيها؟ تبيع منتجاتها تبيع. واو قالوا فكره الاعلان التقليدي ما تفيد او تفيد شويه وترجع تنزل. فالنوع الثالث من الشركات قالوا راح ندخل لهم من باب ثالث جديد يعزز روح الإيجابية لهم عن الشامبو. الشامبو كل الشامبو دعتي عن الشامبو. فش قالوا ايش راح نسوي؟ ما راح أضيف له مواد، الكل ضاف له بي 6 وبي 3 وبيوتين وكيراتين، ولا راح أقول خالي من فلان مواد أكذب مليان بارابين. فقالوا شلون أحفز بي شيء ايجابي يخليه ياخذه، يعني من يقرا هذا المنتج كانه لقاه من بين ما كان يحلم به من المنتجات. شلون اوصل انه الى عقل هذا الانسان مهما كان حتى اخليه ياخذه؟ اضيف مواد كثيره، اكو كثير ناس بسطاء ما يعرفون شنو بي 3 وبي 6، وناس اصلا ما يعرفون حروب بي 3 وبي 6، مدى اوصل لهم ما يفيدني. اكو ناس ما تدور فري، تريد شامبو تاخذه وتمشي يعني فري خالي من السيليكون وكذا. اريد شيء، لا اريد شيء يخليه يروح من دون الكل ويختاره حتى لو مو المهم الماركه مالي، يعني مو رايح بالضبط دا ياخذ مثلا من كل انواع الحليب دا ياخذ حليب معين، لا رايح يدور على شيء بس من توقع عينه عليه يختاره. فصفنا بمناسبة هاي الأمور احنا نعتقدها بسيطة، يعني احنا نظن انه
قاعد ابو الشركه او ابو التسويق فكر الصبح راح اسوي هيك وسوى هيك. هذه عاده هسه حاليا العالم هذا الاقتصادي والسياسي بعلم النفس وبالتنميه. يعني بالكونغرس الامريكي اكو مستشارين رواتبهم 300 الف دولار لدراسه لغات الجسد ودراسه لغه الاخر وهذا العلم انه قدم، لانه عرفوا انت تسيطر على الانسان سيكولوجيا، انت تؤثر على الانسان حسب رغباته ومشاعره وافكاره وتخليه ينفذ ما تريد. فعرفوا انه العالم بعد ما ظل يقاد بالقوه وبالسيف، العالم يقاد بالذهن، فده يستثمروها جدا بالافلام وبغير مواضيع. تمام، حتى ما نطلع من الموضوع. فسووا قالوا راح اسوي مجموعه خط من كل واحد مخصص لمجموعه. فش كتبوا؟ كلمه بس شامبو للشعر المصبوغ، شامبو ضد تساقط الشعر، خلص لا بارابين ولا سيليكون ولا طرشي ولا عنببي ولا فلافل كذا. فانت يلي صابغه شعرك ورايحه على 17 15 مليون صالون واحترق من 15 لون مسويتها، فتجي للشعر المصبوغ شامبو للشعر، لا اخذ هذا الشامبو، هو هذا الداري داني شعري تلفان، وتاخذي لي انه مكتوب عليه للشعر المصبوغ. او مثلا انت قعدت الصبح باوعت على المخده مالك بكل محبه بكل روعه ولقيت شعره واقع عليه، راح اقرا راح اصلع راح اصير مثل خالي، شامبو ضد تساقط الشعر، لازم اخذ هذا الشامبو لان هذا راح يفيدني وراح احافظ على شعري قبل ما اصلع او يصير بي فد شيء، وراح تاخذه صح؟ لعبوها صح. فقام شيء يصير للشعر التالف، بعدين قالوا ايش انت فيك اكثر؟ للشعر المتقصف الاطراف، للشعر اللي اذنها كبيره حتى يغطي شعر اذنها. فبدوا يكسبون عليه صفات بحيث يخليك انت بالضبط هذا اللي تريده من الشامبو، يا سيليكون يا بي 12 هذا يمنع تساقط الشعر، هذا اللي اري اريده، شامبو يخليك تغني مثل كاظم الساهر، هذا لازم تاخذه الشامبو لانه مفيد. فكتبوا حاجتك الشخصيه بس شامبو للشعر المصبوغ كولرد هير، خلاص حتى الاسم مو مهم. فخاطبوا حاجتك. ليش استعرضنا هاي الثلاث فئات من الشامبوات اللي قاعده مجموعه من كل عقلها، يعني هاي الشركات بالمليارات، طبعا هاي هلدوها ناس وناس 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 هلدها على ناس، بس اللي فكروا بيها بالاصل من جابوا هاي مجموعه باحثين اجتماعيين واطباء نفسيين حتى يسووا لهم تسويق صح، وقالوا لهم اكتبوا كذا اكتبوا كذا سووا كذا بالتسويق، هذه الامور حتى ناثر في نفسيه الفرد اللي يشتري ما يهمنا كان في افغانستان او في اليابان لان اكو هنا شعر مصبوغ وهنا شعر مصبوغ، ما يهمنا في امريكا او في اوروبا لان يعرفون انه السيليكون مضر، ما يهمنا كان في العراق او كان في الامارات، المهم راح يريدون شيء ضد تساقط الشعر حتى الرجال يكون عندهم شعرهم حلو لان الناس تهتم بمظهرها. فصنعوا هاي المنتجات. طيب عنوان محاورتنا شنو؟ والسلبيه صح؟ ايش جاب الشامبو على الدولمة؟ شنو علاقة الشامبو بالإيجابية؟ هاي الإيجابية الكلمة التي تطرح كثيرا وتتداول في المحاضر، وبس عمت شوية تحكي عم كوني إيجابية رجاء، وبس فلان ضوجك كن إيجابي وتابع أكتر سيف تصير إيجابي، وهو يقول لك الإيجابية شنو الإيجابية، احنا وضع عايش في السلبية. الإيجابية هي بالضبط هذه الاحتياجات الثلاثة. اليوم حتى نطلع من هذا المكان والكل من دا يتابعنا يعرف شنو كلمة إيجابية، يعني واحد يكون بوزيتيف، يعني شنو أكون بوزيتيف؟ يعني بوزيتيف يجي أمشي وسعيد ومخبل وكتل وقتل، وهذه أنا أشعر بالسعادة مليان بالطاقة الإيجابية، أنا أخر زيت تفاؤل، أنا يعني ماكو أمشي نبتة ذبلانة حبيبتي بس أضع عليها تزهر وتفتح أوراقها، أني أشعر بالزمهرير والأشعريرة والبرد. فاهمين هيك الإيجابية هي كلش غلط، إحنا بشر نحزن ونبكي ونصرخ وعندنا ساعات بينا أمور غلط،
دراسة نفسية خربتني من الضحك تقول لا يوجد كائن حي يقبل أنه كاميرا تصور 24 ساعة، لأن مرات عنده لحظات مجنونة، ممكن يرقص، ممكن يغني، ممكن يصيح، ممكن يبكي بلا سبب، ممكن يعض، ممكن يرفس بنومه، ممكن كل شيء، هو يرجع يحس على روح أنا سويت، ممكن يزعل، ممكن يفرح، ممكن يلطم، ممكن يصرخ. فكل إنسان يرفض، وكل إنسان أيضاً الدراسة تقول يشعر بينه وبين نفسه أنه هو عنده نوع من الحالة النفسية أو الجنون، صح؟ لا تورطون روحكم، يقول لا لا بس ورطوا روحهم. فكلتنا نشعر هيك، يا ما حد يقبل كاميرا تراقبه 24 ساعة يرفض، لأن يعني تبدر من عندنا تصرفات وإرهاصات وأمور يعني غريبة. طبعا دي عددها هنا حيل. اوكي، شلون الموضوع؟ ها الإيجابية. اوكي، فالنفس البشرية حتى تعرف معنى الإيجابية وتطبقها في حياتك هي هاي الأمور الثلاثة، راح أختم بيها. الأمر الأول قلنا أول شامبوش كان فيتامينات يعني مواد تشعرك بالإيجابية، أو ميزات أو صفات أو فيتامينات أو معادن أو أملاح تحسسك أنه هي صحية، أنه هي ضرورية، أنه هي ستجعل حياتك أفضل وحياة شعرك أفضل وسرح وجميل وما يتساقط وما يشيب وما يوقع وتهز شعر بيه كله، إن وضعت هذه المواد كلها على رأسك وممكن يمتصها جسمك وتوصل إلى أظافر رجليك وتسوي لك مانيكير وبيديكير فتأخذ. إذن أول معنى للإيجابية، الإيجابية هي ليست أن تعيش إنسان مصاب بالمانيا أو بذهان السعادة والجنون في الحياة، هي أن تضيف لشامبو شخصيتك أو نفسك مواد إيجابية وصحيحة وصحية نفسيا وروحيا وجسديا تجعلك أفضل لنفسك وللآخرين ومقبول أكثر. واضحة؟ أعيدها ببساطة شديدة، يعني شو أضيف لروحي؟ أشرب بي 6 وبي 3 حتى أصير إيجابي؟ لا، الإيجابية هي أن تضيف أمور صحية لحتى تعرفها، أن تقرأ؟ معروف، أن تبحث عن الله المحبة؟ معروف، أن تتابع أمور صحيحة؟ بي 3 أن تحضر هيش ندوة؟ بي 12 تيمك، أن تعاشر شخص إيجابي زنك، أن تقرأ حياة الناجحين فيتامين سي I don't know، بس من أجي أقرأ كونان واو enriched with القراءة، العلاقة الجميلة مع الله، محبة الآخرين، ترك العادات السلبية، واو إذن كونان ينصح أن يكون صديق إلي، صح؟ لأن ما مكتوب عليه بس كونان أو شامبو. واضح؟ أول خط بالإيجابية. الثاني صارت سهلة تذكياء كلكم طبعاً. الثاني الإيجابية وليس أن أدعم وأغذي فقط نفسي بما هو صح وصحيح في هذه الحياة، بل أن أزيل منها السيليكون والألوان والأصباغ والمواد الكيميائية. إذن النوع الثاني من السلبية هو أن أزيل الأمور السلبية من حياتي حتى أكون إنسان مثل شنو الأمور السلبية التي يجب أن أزيلها من حياتي؟ السيليكون؟ شنو؟ مثلاً شنو؟ شنو هي الأصباغ والسيليكونات والشمع الذي يجب أن أزيله من شخصيتي كيما أصبح شخصية إيجابية؟ ضفت لها صفات حلوة وحميدة وجميلة وقريت وتابعت ناس صح وخفت قرارات صحيحة وغيرت أفكاري. طيب ششيل الغش كآبة، يعني تخيلوا إنسان يقول كذب فري خالي من الكذب، الله كآبة فري، هذا وينه؟ شو قلت أنت؟ عادات سيئة. مثل شنو؟ تعليم مثلاً هو الأشخاص عندهم عادات سيئة يريدون يتخلصون. تدخين فري مثلاً. شقد حلو يجيك واحد بهاي الحياة يقدم عمل أو وظيفة أو ابن أو أم أو زوجة تريد تخطب بنية وتصير زوجة وتقرأ على النفسية ولا ما تعاشرها أو يعني دي تقدم لك أولاً كذب فري أويلي
الله عليك كآبة فري. نو سموكينج او تدخين فري. شقد حلو فدوة. لا وديرها مدعم ب الصرف كريم يوديني بيت اهلي 3 ايام بالاسبوع. واو هذا الشامبو المناسب. اوكي واضحه الفكره. اذا الايجابيه في الحياه هي ان تدعم نفسك بامور صحيحه وليس ان تسير طائرا طائفا في الفضاء. ما حد هيجي. اني كلش ايجابي جدا ايجابي بس مو 24 ساعه هيجي سعيد كالاهبل في بلاد المجانين. احنا في ظروف في بلد صعب وقاسي وامور بامراض وكذا حالي حال الكل، لكن عملي على نفسي ايجابي فاصبحت شخصا ايجابيا. النوع الثالث من الشامبو اللي هو مخصص للشعر المصبوغ او التالف. يعني دور هذا الشامبو مفيد لك لان له دور في حياتك، لانه له يمسك بشكل شخصي. ان تكون ايجابي هو ان تعرف كيف تتعامل مع مشاعرك ومع الاخرين، وان تكون مفيد الى من تحتك معاه بعمل، بدراسه، بعلاقه زوجيه، بعلاقه مع اولاد، بزماله، بكل شيء. لان احنا البشر لو عزلنا اكثر عقوبه مؤلمة بالعالم هي الحبس الانفرادي. لا الجلد ولا البسط ولا الشنق، هي الحبس الانفرادي. لأنه الإنسان كائن قطيعي يأمن بثقافة القطيع، مو قطيع خرفان، أسود خلينا نقول. لأنه يحتاج هذا الهامستر، تعرفوا هذا الهامستر؟ هذا الهامستر البنات راح يخافون. هذا الهامستر ممنوع في أوروبا في إحدى الدول أنه تشتريه كحيوان أليف وحده، يعني يكتئب، لازم له شريك. فممنوع من عم باتن تعطيني واحدة يعني يساب بكآبة فيحطوه. لعد هذا الإنسان اللي يحتاج يتفاعل. نحن عايشين مع بشر نحتك ونتفاعل. إذا النوع الثالث من الشامبو أو من الإيجابية أو من كيف أصبح إنسانا أفضل هو أن تكون أفضل للآخرين وتلامس احتياجاتهم الشخصية. هذه الحياة مبنية على التفاعل والتعامل والاحتكاك مع الآخرين. كل شخص تقابله في هذه الأرض اعتبر أمانة من الله أرسل إليك لكلمة محبة، كلمة تشجيع، كلمة مواساة، كلمة دعم تقدمها إليه. الحياة يجب أن لا تكون عبارة عن فرص ضائعة ولقاءات ميتة. خاف ضد التساقط، هو إيش عنده؟ ألم، فشل، طلاق، وفاة أحد، ألم، مدى يعرف يأخذ ضربة بالحياة، دا يتبع قائد ديني غلط، عنده أفكار سوداوية، عنده أمور سلبية في حياته. علي أن أكون هذا الشخص الإيجابي في نفعة للإنسان. لكن لن أصبح الشامبو الثالث ما لم أشتغل على الاثنين الأول. أضيف أمور أولاً لنفسي إيجابية وأشيل منها سلبية في حركة دائمة طول فترة حياتي، فأصبح مفيد وناجع ونافع للآخر عندما ألتقي به. فأصبحت إنسان إيجابي. من ترجع بالليل تحط راسك على المخدة، واو اليوم ضفت لنفسي الكثير، اليوم راح أعمل على نفسي بالكثير، اليوم قدرت أأثر في حياة فلان أو فلان. هذه هي الإيجابية. وممكن أنت بهاي اللحظة ظروفك مو تمام، أو مو أنه أنت تشعر بالفضائية وبالسعادة الغريبة، no. لكنك تعرف أنت قمت بدورك في الحياة. إذن الإيجابية هي أن تعمل على نفسك وتؤثر في الآخرين إيجابيا. أتمنى أن تكون المحاضرة الله شنا هالكلام الحلو بيبي. اليوم ما شفناك هواي بالحلقة، واليوم أنت تحكي عن الإيجابية كلش حلوة كانت. فدوة تسلميلي صدق. ايش كان مفهومك انت وجدو الله يرحمه على اللي شاله صورته هسه بحضنك عن الايجابيه؟ شلون كنا عايشين الايجابيه؟ ليالي الانس في بينا ناس نحملها والجنة نغمها في الجو ورنا سماها تطير بكى وغنى.
حكيتوا متونسين بالحياة. لا غلط، طبة وطلعة ونسى وما سوينا فتشي بقيمة. يعني لو ينعاد بيك الزمن شنو الممكن تغيري؟ كان سوينا فتشي مفيد للحياة على الأقل. هذا صوتي كان ترنمنا لله مو للعالم. هل أطرق بابك بعد ضياع الكل، أو يصلح أن أقترب إليك بذلي؟ ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي، قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي. حرامات، بس يلا هذا الجيل عندهم أنت تنصحهم. الحمد لله. والله تبس صورهم. الإيجابية أكو جملة تزعجني بيها جدا. شايفين هذا المثل اللي يقول لك الإيجابية هي تنظر إلى نص الكأس المنو المليان، ولا تنظر إلى نص الكأس الفارغ وتقعد تصفن. هل هذا الكأس مليان أم فارغ؟ شو تقولين، هذا مليان أو فارغ؟ نص نص. فيقول لك الإيجابي يرى نصف الكأس المليان والسلبي يرى نصف الكأس الفارغ. فالسلبي شو يقول لك؟ هذا نصف ممتلئ. والإيجابي شو يقول لك؟ هذا تقدر تشربه لأنه مليان. صح؟ سامعين هاي المقولة مع احترامي اللي طرحها. الإيجابية في الزمن الحديث وفي علم النفس الحديث المطور هي مو أنه أقعد ساعة أصفن هل هذا نصف فارغ أم نصف مليان، هم هل هذا إيجابي، وأقعد لي ساعة زمان أصفن هذا راح أكون إيجابي مليان فارغ. مليان مليان منا فارغ منا. عزيزي عزيزتي، الإيجابية هي أنه القاص ما تقعد باوع القدح نصه مليان أو فارغ. تسوي بيه فنجان قهوة، تسوي لك بيه استكان شاي، وتقعد إيش تخدره وتجيب قلم وتخطط لحياتك والشربة، مو تقعد تخطط لي. أحبك جدا. شكرا. نص ساعة وأشوفكم. في الختام كلمة أخيرة عن الإيجابية. الإيجابية ليس أن تجلس في مكانك منتظر معجزة ما أن تحدث لك، لأن المعجزة هي تسمى معجزة ليس عند الله بل عند البشر، لأن عند الله كل شيء مستطاع، كل شيء ممكن، فهي ماكو معجزة. لكن عندنا إحنا البشر لأنه صعبة الإدراك والفهم تسمى معجزة. المعجزة الفعلية هي من تؤمن أنه ممكن هذا الحدث يحدث، وهذا الطلب اللي دا طلبه من كل قلبك فعلا يكون إلك، أو هذا الموضوع أو هذا المرض يشفى، أن تؤمن بحدوثها. والمعجزة الأكبر أن تؤمن بحدوثها إلك، يعني أنه أنت تستاهل أن تحدث إلك. مشكلتنا إحنا البشر في علم النفس ما نشعر أنه إحنا نستحق الأفضل لا من الناس ولا من الله، وهذه المعجزة أن الواحد يدرك أنه هو لا يستاهل، يستاهل الأفضل. اليوم اطلب معجزتك بإيجابية من الذي لا ينعس ولا ينام، من الذي يؤهم الموتى ويشفي المرضى ويقول الأمور الغير موجودة ويعاملها كأنها موجودة في حياتك. الإيجابية هي الإيمان العامل بالمحبة، أن تؤمن وتعمل. أحبكم جداً.